هسأل حضرتك سؤال. طبعا. يعني إحنا أمام هذه الصورة البديعة لجودر والكتابة والشخوص والفئات بقى المختلفة، يعني الشعانين والجن والناس الطبيعية والتاجر والحارة يعني كل الناس موجودة في رواية واحدة. كنت متصور إنه حضرتك اللي بتكتبه ده، وأنا وأنا بكتب وبألف، هل متصور هذه الصورة العالية المستوى، ولا أنت بتكتب بالاتفاق معاهم؟ يعني أنا هعمل ده فهم عليوا بالكتابة بالصورة، يعني كلمنا التفاصيل كانت عاملة ازاي؟ لا، احنا أنا بنيت المشروع أنا وياسر جلال، وأنا بسمي ياسر جلال عم النجوم لفرط إنسانيته وفرط فهمه في الدراما. وياسر واخوه رامز متربين في بيت عم جلال توفيق، ده راجل بتاع مسرح من العمد في المسرح القومي، فهم الاثنين متربين وهم الاثنين خريجين معا. فانت بتتعاملي مع نجم دارس، ونجم كان الاول على دفعته وعنده قدرات تمثيليه واسعه. ايوه هو جودر طبيعي. طبعا حقيقي يعني. طبعا. فبنينا العالم على ما تقتضيه الدراما. الانتاج، لانه وانا قلت قبل كده وباكد هذا الكلام، انه قبل المتحده الانتاج التلفزيوني في مصر والمنطقه العربيه في ناحيه، وبعد المتحده الانتاج التلفزيوني في مصر والمنطقه العربيه هيروح في ناحيه تانية. صحيح. لانه بتوع المتحده فطنوا لاهميه القوى الناعمه. طبعا كانوا اللي قبلهم كانوا فاطنين، لكن مش بهذه الدرجه من الحده. أيوة. في النظر. صح. فحطوا امكانات ضخمه على مستوى الانتاج وعلى مستوى الادوات. لانه انت عاوزه تنافسي النهارده. احنا القوى الناعمه عندنا هي المؤهله لخطاب الاخر. فسايبينها للمنتج الخاص، المنتج الخاص عاوز يكسب، فمش هيغامر مغامرات كبيره عشان يعمل طبعًا. انتاجات ضخمه. طبعًا. صحيح. فكان لازم من تدخل جهه انتاجيه ضخمه زي المتحده عشان نصرف على. احنا لا تنقصنا الكوادر الفنية، عندنا ممثلين على اعلى مستوى. عندنا نصوص وكتاب على اعلى مستوى، عندنا مخرجين على اعلى مستوى، عندنا تقنيين وحرفيين، لكن ما عندناش انتاج كبير. ايه اللي وصلك لهذا المكان؟ عندي ما يوصل له انس ولا جان. انت مين؟ انا جودر المصري. لو انت جودر المصري ابن فاطمه وعمر، فافتح صدرك للهلاك. ما تترددش يا جودر، وما توقفش مع نفسك، بتقدم وما تخافش، لان اللي هتشوفه قدامك شبح بالروح. أول ما تفتح له صدرك هيتلاشى. هناك وجوه جديدة أيضا شاركت بهذا العمل، وكان في تعاون أيضا بهذا العمل. هل كان هذا الموضوع قرار مطلق للمخرج، ولا كان في تشاورات؟ اللي هو إيه؟ اللي هو مشاركة وتعاون وجوه جديدة شاب. كممثلين. كممثلين. بنحكي اليوم إنه خاصة إنه اليوم هذا العمل مرتقب قبل ما ينعرض. حلو. فتحديدا هل هذا كان اختيار مطلق فقط للمخرج؟ المخرج طبعا كان في تشاورات خبيره طبعا. طيب. لكن كمان المنتج، الشركه المنتجه عندها ميزانيتها. فدائما انت الفن صناعه،
انا بصرف قد ايه وببيع قد ايه وبالتالي هامش الربح بتاعي قد ايه. فاحيانا تتم بعض المبادلات عشان الميزانيه بقت ضخمه. لكن دايما كانت عينين الاستاذ اسلام، عينين عم النجوم ياسر جلال، عينين المتحده. المسائل الانتاجيه انا ما اعرفش اتكلم فيها، لكن انت شايف صوره ضخمه وشايف حكايات ضخمه طيب. وشايف كذا وشايف كذا، لكن لا اقدر اؤكده انه ده صرف لم تعتاده، لم يعتاده سوق الدراما العربي صح. مش المصري، وهيفرق كتير يعني كمان طبعا. اعتقد انه هيشجع على انتاج قصص كتيره كانت الحقيقه محرومه طبعا. انها تظهر علشان محتاجه انتاج ضخم يعني. بس انا هقول لحضرتك حاجه اضافه اللي حضرتك تفضلت بيه، هذا اللون من الانتاج وضع المنتجين انفسهم امام مشكله ووضع غيرهم في المنطقه العربيه امام مشكله. عشان تتطرق لهذه النوعية من الأعمال اللي عاوزة تكنيك عالي وعاوزة جرافيكس عالي وعاوزة إمكانات عالية، هتبقى مضطر تدخل في مغامرات إنتاجية ضخمة. الشركة نفسها اللي أنتجت لو حابة تكرر ألف ليلة وليلة مش هتعرف تنتج أقل من ده. الآخرين لو حابوا ينتجوا ألف ليلة لازم يبدأوا من ده، لازم عشان انت في نهاية الأمر في سوق طبعا. آه آه آه.